إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هو يا أخي اسمح لي تأخرت عليك. ما علي. هو بس وش هذا؟ هذا كيك من المخبز. ما تشوف إن مفرقعات؟ أشوف إن مفرقعات، بس من وين حصلت عليهم؟ حبيبي أنا عندي مصادر خاصة، وعلى فكرة هذا البزنس مضمون، وأريدك تساعدني في هذا الموضوع. كيف يعني؟ إن شاء الله ذا العيد بنبيعها الصغيرين، وهذا العيد إن شاء الله بيكون كله ألعاب نارية. خليهم يستأنسوا صغيرين. ولا تنسى عزيزي. بس في فايدة يعني؟ مضمونة. خلا بكلمك عن البزنس. اسمعني، هذه لثنتين والثالثة مجان عندنا عرض حاليا، وهذه بريال زين، سوي عليها خصم 200 بيس، ها وهذا لل 200 بيس معنا. زين روح خبر ربعكم. ها تمام، عروض عروض. مستأنسين مع القنابل. هي نعم هي نعم. سليمان سليمان خوش سليمان مو فيك. سليمان سليمان مو صار له، تعور من المفرقعات. سليمان شنو الأسعاب شنو الأسعاب. المفرقعات خطر يحيط بأبنائنا، فلا تسمح بوصولها لأيديهم. حفظكم الله من كل مكروه، وكل عام وأنتم بخير. وش حالكم طيبين؟ يلا أبوي ماشي. ذباح يا أبوي ضد على الظهر. نسين 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 نسين. وين تذبح؟ بذبح في المزرعة أنا كالعادة. وين بعد بذبح؟ أنا ما تذبح في المزرعة، والناس موفرة مصلحة نظافة وكل شيء ومرتبين ومعقم المكان وكل شيء. سامحني أنا متعود كل سنة الأهالي يطالعوني يوم أذبح داخل خطوف. سير أنت وياي خطوف كامل خطوف. بابا أربعة جيب هذا ذبيح هذا جيب هذا حول هذا ما بيجيب خوذ لا لابس كندورة لابس كندورة كندورة خوذ عني انت خوذ كندورة وقت. شوف الذباب شوف المكان وسط شو خلي الذباب انت ما ينصع عليكم راس ما ينصع عليكم الا امسك الراس الا امسك ما اعرف وش ومتعب عمرك ولا مكان نظيف ولا فحصت الذبيحة ولا سويت شيء. اقولك تبتم تقرا لي على راسي اليوم يا ابوي قم سير انت انا ما ذبحت خلاص ذبحت بعد وش بعد لو اشتوا تقرا خلاص خابرهم قاموا يفاتنوا يتنازعوا يا ابوي متعود انا تعود كل مره هنا صديق بتقص صديق خلني اقص صيدي هذا كشره ودي وادي ايوه وادي ودي ايوه هو وادي عقبه وين وين اوهو انت ما روحت طاحت مني هالكلمه وين بعد في الوادي تباعك في الوادي اي وين عقبه يا ابوي الشركه مفرحه حاويات هذه الكيسه شلها واربطها وعقها في الحاويه ولا تعب لي في الوادي وتلوث المكان وتلوث البيئه تبعتكم ما خلصته يا ابوك وين نخلص احنا وهذا يا سليف عافيتي وين خلص انا رحت المصلخ وخلصت وكل شيء الامور كلها طيبه وهذه اكياس اللي شوفهم معهم مكان خاص يحطوا فيه كل شيء لا دباب ولا غيره ولا هذا انت شو هذا خلصنا دباب وشوف كندورته لا صار بي شيء ولا هم موفرين لك مكان لا تعب انت ما ينصع لك راس كان مكيف وانت مستريح تنتظر ذبيحتك يعني في الدوش الذبيحه لا مسؤول عن كشره ولا غيره شيل اخوي اربطها تو عقها في الحاويه قوم نسير يلا اربعه ايه هذا المكان زين ما بغت عقلي في الوادي انا احب اسالك سؤال انت لو بمزرعتك وزارنا يم الوادي ما بتشم الريحه داخل عندك بالمزرعه صحيح الحين بتشم شيء كلام يا ابوي هاي رساله ليك ولغيرك اتمنى من الجميع اخواني اللي بيذبح في البيت انك تربط النفايات بكيسه سوداء وتخليها في الحاويه وانا تعلمت ها هذا المكان صار عليك شيء لا